أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا كلنا نتفق على أن التغذية السليمة واللياقة البدنية هي الأساس لحياة صحية، ولكن كيف نستطيع أن نلزم الأبناء والأطفال بهذا الأسلوب، وخاصة إذا كنا نحن أنفسنا لا نلتزم بهذين الأمرين؟ وهذا اللي راح نتعرف عليه من الخبير في التغذية واللياقة البدنية المدرب عمر الدوري. ويا هلا بك عمر. أهلا فيك. أنا شرفتنا في برنامج سيدتي. طبعا احنا عارفين أن لغتك العربية أضعف، خلنا ما نقول ضعيفة، أضعف من الإنجليزي، ولكن راح نمشي إن شاء الله مع بعض ونساعد بعض خلال الحلقة. عمر، في البداية أبغى أعرف، معظم المدربين الرياضيين يدخلون هذا المجال لسبب معين، إيش كان السبب عند عمر؟ والله كطفل كان وزني زايد، وكنت أحب الأكل، وما كنت أسوي رياضة كثير، وكنت أتمنى أكون لاعب كرة قدم. ولكن الوالد الله يحفظه قال لي خليك مركز على الدراسة وشوف كيف الاكسبيرينس يعني. فقررت انه انت تدرس التربية البدنية. مظبوط، وعلاج طبيعي وسبورتس ساينس يعني. حلو، فين درستها؟ في لندن. في لندن، ممتاز. عشان كذا لغتك العربية اضعف شوي. الحين بيقولون هذه اخرة الابتعاث. طيب خلينا نحكي عن حملة توعوية عملتها عن الأطفال عن أهمية التغذية السليمة، احكي لنا شوي عن هذه الحملة وإيش الأسباب اللي خلتك تتكلم عنها. والله الاكسبيرينس اللي كان عندي كطفل كان صعب يعني، وتأثر على الواحد لما يكبر يعني، إذا ما سوى رياضة، إذا ما احتفظ على أكله، الاكسبيرينس صعب يعني، تخش في الدراسة والمدرسة وحتى الأكتيفيتيز برا ما تقدر تسوي لأنه الكونفيدنس إز لو يعني. طيب إيش السبب اللي خلاك تدخل لهالحملة؟ هل كان مثلا الأهل ما كانوا يهتموا في التغذية لك أو لأخوانك ولا ليش؟ والله لا يعني ما شاء الله، حتى الكالتشر تبعنا يعني يحطوا الأكل على الطاولة أضرب بالخمس. تعرف أضرب بالخمس؟ طبعا أنت سعودي يا عمر، صح؟ والوالدة سعودية. لو ما شاء الله يعني يحطوا الأكل وإذا إكسبكتي تخلص الأكل يعني على أنت تشوف هذا الشيء صحيح ولا مش صحيح؟ لا بصراحة يعني في لازم يكون في توازن يعني، أهم شيء يعني، وحتى يشرحوا إيش البروتينات وإيش الكربوهيدرات وإيش الفاتس، يبتعدوا عن السكريات يعني. هل تشوف بشكل عام الأهل هم وراء السبب إنه أطفالهم ينشؤون على عادات سيئة في التغذية؟ حسب السن والله، لأنه لما كنا إحنا صغار ما كنا عارفين إيش الـ في الأكل يعني، مثلاً في الرز أو في العيش أو في الباستاز أو هذا، فمفروض هم يعني يشرحوا الأكل يدونا النولج عليه يعني. يشرحوا. طيب نوعية الأكل اللي تنحط في السفرة يعني، هل هم مسؤولين عنها فعلا لأطفالهم؟ إيش هو مثلا، خلينا نقول، أنا أدري مصعبة عليك الأسئلة. لا عادة. بس أنا بساعدك في الأجوبة لأنه ودي أعرف إيش هو الغذاء السليم اللي ممكن ينحط على السفرة ونعود أطفالنا عليه. يعني أهم شيء يكون فيه بروتينات، يعني دجاج أو سمك وكربوهيدرات، الرز، الكينوا. طيب إيش رأيك بالعادات في السعودية مثلاً أو في الخليج خلنا نقول بشكل عام، الرز طبق يومي، لحم ورز، هو هذا الطبق اللي متداول وبكثرة الناس تستخدمه، والأطفال طبعاً يأكلونه بشكل يومي ويتربوا عليه، هل تحس إن هي وجبة صحية؟ لا والله بصراحة تكون دائماً يحطوا أكثر من ما لازم يحطوا في انه بيحطوا كميات اكبر، كبيره اكبر يعني لو اخذها الطفل بكميات قليله راح يكون تساعد وما يتعود عليها. وش هي العناصر اللي كمان ممكن نضيفها الى الاطباق هذه؟ الفيجيتابلز يعني الخضر، وكمان الفات مهمه زي افوكادو والاشياء هذه يعني. حلو. طيب عمر، أنت تشرف على تدريب فرق رياضية عديدة، إيش هي النصيحة اللي دائماً تقولها للمشاركين؟ إنه يكون عندهم توازن في الأكل وفي الرياضة،
وحتى في الأشياء زي الريست بيريد زي النوم، أهم شيء يكون عندهم بالانس على كل الأشياء هذه. ممتاز. طبعا عمر احنا نتمنى نستضيفك في اوقات ثانيه كمان نحكي عن مواضيع ثانيه، بس لضيق الوقت للاسف مضطرين نختم الحلقه. طبعا نتمنى لك كل التوفيق في الحمله ويعطيك الف عافيه. شكرا. مشاهدينا بهذه الفقره نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد غدا، الى اللقاء.